يلتحق بنا أيضا من قطر رضا بوعيشة موفد الجزائر الدولية إلى قطر، أيضا من اسطنبول معنا محمد العروسي. نبدأ معك، كيف هي الأجواء عندك رضا بوعيشة؟ رضا، رضا هل تسمعني؟ نعم، إذن أغلقت منذ قليل مكاتب الاقتراع هنا في الدوحة على أن تستأنف العملية يوم غد السبت المصادف للسابع من سبتمبر. وعن ظروف أو الظروف التي سادت العملية الانتخابية طيلة هذه الأيام الستة منذ يوم الأحد الماضي إلى يوم اليوم الجمعة، دعني أقول زميلي أن كل الظروف تم تهيئتها من أجل إنجاح هذا العرس الانتخابي ومن أجل وضع أفراد الجالية الجزائرية هنا في الدوحة في أحسن الظروف لأداء واجبهم الانتخابي، عبر فتح مكتبين اثنين. المكتب الأول متواجد على مستوى مقر السفارة بالعاصمة الدوحة، أما المكتب الثاني فمتواجد بمدينة الخور والذي نتواجد فيه الآن، والذي يبعد عن العاصمة الدوحة بحوالي 75 كيلومتر، من أجل وضع الناخبين الجزائريين المقيمين هنا في أحسن الظروف. دعني أقول أن الظروف المناخية هنا ربما لا تساعد، بما أن درجة الحرارة تبلغ أو تفوق هنا 40 درجة أو أكثر، إلا أن أفراد الجالية الجزائرية عودوننا دوما على عدم تفويت أو التفريط في مثل هذه المناسبات المصيرية، وهو معروف عن الجالية الجزائرية هنا في قطر وفي باقي أرجاء المعمورة. هذا ما كان في جوابتنا اليوم، وسنوفيكم بالتفاصيل بعد السبت بإذن الله.